حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم. والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت: نصر الله للسفير علي، نشكر حضورك الدائم إلى جانب المقاومين والوطنيين اللبنانيين. وعنونت أيضا: تركيا قالت إنها رحلت أكثر من 3000 خلال أسبوع، بينهم سوريون. النمسا دعت إلى إقامة سياج لمنع اللاجئين من دخول الاتحاد الأوروبي. أما صحيفة الثورة المحلية فجاء في عناوينها لليوم: في الذكرى السابعة لاستشهاد المناضلين فرحان الشعلان وسمير القنطار، أبناء الجولان نضالنا مستمر حتى التحرير. وعنونت أيضا: تجمع عشائري بريف الحسكة رفضا للوجود غير الشرعي للاحتلالين الأمريكي والتركي. أما صحيفة البناء اللبنانية فعنونت أيضا: الكونغرس يغطي الفراغ الرئاسي بدعوة لجنة الخارجية لحكومة دون حزب الله. والرباعي الوزاري القضائي: فشل سياسي في التوافق الدستوري وربط نزاع. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ ما جاء في صحيفة The Washington Post: أمريكا تخطط لدعم أوكرانيا بأدوات صنع قنابل ذكية. أما صحيفة The New York Times فكتبت أيضا: أمريكا حاولت منع مخطط أوكراني لاغتيال رئيس الأركان الروسي. وبالانتقال إلى الجارديان: فضيحة الكوكايين في بريطانيا، جدل يطال تراس وجونسون. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية: فرنسا تحث المملكة المتحدة على إصلاح نظام اللجوء لديها للحد من مآسي القناة الإنجليزية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة مارك الإسبانية والتي عنونت لليوم: ميسي يفي بوعده لمارادونا، الأرجنتين بطل العالم. وتقاسم الكعكة بالتراضي في قطر، لميسي الكأس ولمبابي الحذاء الذهبي. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريرو ديلو سبورت والتي عنونت: الجوائز الفردية تسيطر عليها الأرجنتين مع خرق لمبابي. وميسي يقول: لن أعتزل اللعب دوليا، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل. مشاريع متعثرة، عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: تغيرت الظروف الحياتية واشتدت متطلبات المعيشة، ما دفع الأكثرية للتوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى متناهية الصغر كحالة إنقاذية تنموية وكمطلب اقتصادي شجعت عليه الحكومة بطرق مختلفة. فأقيمت من أجل هذا التوجه عشرات اللقاءات والاجتماعات والفعاليات، ولكن وبعد مرور سنوات على تبني هذه الأفكار وتتبع الأثر الذي تحقق، نجد أن غالبية هذه المشاريع لم تخرج إلى النور، فالكثير منها لم يصل إلى خط النهاية ولم يجتز القاعدة الأولى من مصرف المبالغ على تأسيس الأولويات. بالنهاية ورغم ما لحق المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مخاطر ومشكلات جعلتها تبدو أنها مبادرات فردية شخصية غير مدروسة على أسس صحيحة، فإن ذلك لا يغير من إمكانية تحقيقها للأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النجاح أسوة بتجارب الدول الأخرى. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف إيتمار بن غفير قرر التنازل عن بعض الصلاحيات التي طلبها في الشرطة الإسرائيلية. وأكدت الصحيفة الصهيونية أن بن غفير طلب فور إعلان النتائج الانتخابية للكنيست وانضمامه إلى تحالف مع نتنياهو أن يكون هو الوزير الإسرائيلي الموجه للسياسة العامة للشرطة الإسرائيلية والتي يتولاها حاليا الجنرال القائد العام للشرطة.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان السلوليت قد يحمي النساء من الخرف والسكتات الدماغية. وفي التفاصيل، توصلت دراسة نشرت نتائجها على تويتر إلى أن النساء اللائي يملن إلى تجمع الدهون بأجسامهن قد يتمتعن بحماية إضافية ضد الخرف والسكتات الدماغية، لكن الدراسة لا تشير إلى أنه يجب على النساء زيادة الوزن عن قصد، حيث تظهر العديد من الأبحاث أن السمنة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل الخرف والسكتات الدماغية وأمراض القلب، بينما الرجال أكثر استعداداً لتخزين دهون الجسم المعروفة باسم الدهون الحشوية. دفعته للبكاء لفتة إنسانية من طفلة تجاه والدها المرهق، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. في مقطع فيديو حظي بإعجاب وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر صاحب مطعم صيني نائما على منضدة داخل مطعمه الذي يمر بأزمة مالية نظرا لضعف الإقبال بسبب خوف الناس من فيروس كورونا، بينما تدخل عليه ابنته الصغيرة وتقوم بسلوك يخطف قلوب المتابعين ويدفع الأب للتأثر والبكاء، حيث قررت الابنة الصغيرة أن تدخل على والدها وتترك أثرا لطيفا في نفسه على طريقتها بخلع معطفها وتغطية والدها أثناء فترة راحته القصيرة، في تصرف أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بعد الاستيقاظ فوجئ الأب بالمعطف الموجود على كتفيه، وفور علمه بأنها ملك ابنته الصغيرة تأثر وابتسم ابتسامة هادئة ثم دخل في نوبة بكاء. تفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وانتشرت تعليقات مختلفة، من بينها كل شيء يصبح أهون وأسهل عندما يكون لديك عائلة محبة. أما الآن مشاهدينا مع ريشة رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.